وفي قوله عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ظاهر الحديث الاقتصار على شهادة التوحيد فقط، وأنه يقال له قل لا إله إلا الله، ولا يقال وأن محمدًا رسول الله. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال إنه يلقن الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيقال له قل لا إله إلا الله، أو قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن الثانية تبع للأولى، فاقتصر على الأولى لأن الثانية تبع لها. وقيل إنه يلقن شهادة، وقيل إنه يلقن لا إله إلا الله فقط، لأن من أقر بأنه لا إله إلا الله أقر بأن محمدًا رسول الله. فالإقرار لله عز وجل بالألوهية يستلزم الإقرار للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وهذا القول أصح.